منطقه ناميه وما كانش لي سقسي عليها. انا في لاشان تاع الكاس الكوماند ديوش ما كانش باش تحلها. ضرب برده برده بزاف بزاف. لا 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 البواطات ونمبرونجمو من 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 الريزو الكبير حتى لي بواط الدار عندهم عام، عندهم من اكتوبر 22 حتى لليوم هذا ما حناش مبروشين. كلش واجد مخدوم، عندنا عامين هما واجدين هكذا. هم يقولوا لنا كونتر خاصين، هم يقولوا لنا وصبروا. تدردره ولاد فاضل الزعابله والحمامه وكذلك ولاد عبد النبي اللي بقاو بدون غاز. حنا مقبلين على سنه جديده سنه 2024 بلدي درع القيد بقاو لهذه المناطق فقط، والبياضه كذلك مش طرفه راح تنطلق للمشاريع نتاعها. راهم يعانيوا هذا السكان، هذا السكان هذو لماذا يعانيوا؟ لانه مؤسسه كاناغاز تحلت. كي تحلت المؤسسه كاناغاز ما كملتش المشروع نتاعها. حنا تلاقينا مع مدير صنع الغاز بالدائره قريب شهر ونص، عطنا وعد انه راح يمد هذا الشيء اللي تبقى من مشروع يمدوا لشركه اخرى.